النهاردة الحقيقة احنا يمكن ناس كتيرة تابعت على مواقع التواصل الاجتماعي الحدث اللي حصل في اسكندرية وتحديدا في الأزاريطة لما عمارة برج مال على البرج اللي جنبه. الحقيقة ان الملف العمارات الموجودة في اسكندرية وفي مناطق تانية كتير مش في اسكندرية بس، ولكن اسكندرية حصل فيها مآسي كتير، فالمنظر النهاردة بتاع العمارة كان يخوف. العمارة مايلة على العمارة اللي قدامها كان ممكن انها تسبب كوارث وأبراج، دي أبراج كبيرة يعني عمارة 12 دور. فاللي حصل ده النهاردة خلانا ان احنا نفتح ملف الحقيقة والصور قدام حضراتكم اهيت. خلينا نفتح ملف عن عشوائية البناء وانه ازاي انه يكون في عمارة بالشكل ده في عرض شارع احنا شايفين من هنا ان هو صغير جدا، يعني ده 4 متر تقريبا، فازاي يكون في برج بالطول ده كله. عموما احنا يعني التفاصيل اللي عندنا بخصوص العمارة ديت انه في لجنة مشكلة من عميد كلية الهندسة وقائد المنطقة الشمالية العسكرية لبحث دراسة كيفية إسقاط العقار دون أن يؤثر على العقارات المجاورة، واللجنة استبعدت فكرة إسقاط العقار بالديناميت لخطورته على العقارات المجاورة وقد يتسبب في تصدعها وانهيارها هي كمان. احنا معانا دلوقتي زميلتنا هناء أبو العز مدير مكتب اليوم السابع في اسكندرية. صباح الخير. صباح النور يا فندم. ازيك يا هناء؟ انا تمام. طمنينا ايه اخر الاخبار عندك بخصوص العقار اللي مال النهارده في الأزاريطة؟ هو الحقيقه دلوقتي بيتم هو بالفعل تم تشكيل لجنه يمكن من الساعه 6 موجودين امام العقار. اللجنه دي مكونه من محافظ اسكندريه وايضا يعني ومتمثله في قائد المنطقه الشماليه العسكريه ومدير الامن ومدير المرور ومن هيئه الدفاع المدني والبحث الجنائي والحي ومدير الاداره الهندسيه بالحي ومدير اداره الازمات بالمحافظه كمان التضامن الاجتماعي والصحه والاسعاف، وكل دول الحقيقه اللجنه دي مشكله فقط النهارده لاداره ازمه العقار المائل الموجود بمنطقه الأزاريطة. اللجنه دي كمان المشكله من خلال برئاسه عميد كليه الهندسه ورئيس المركز الهندسي لكليه الهندسه وهيئه هندسيه للمنطقه الشماليه بتدرس ازاي يجدوا الحل الامثل لازاله العقار بدون وقوع اي خسائر اخرى وبدون تصدع اي عقار من العقارات المجاوره. بالفعل من الساعه 4 او يمكن 5 تم اخلاء جميع العقارات المجاوره للعقار المائل من السكان اخلاء اداري علشان يعني تحسبا لاي انهيارات او تصدع او خلافه. كمان دلوقتي بيتم البحث كيفية يعني تسكين المواطنين اللي في العقار المائل او العقار اللي مال عليه العقار المائل وتسكنهم في اماكن بديلة لحين يعني توفر او يعني اماكن اخرى اماكن ليهم او يعني اصدار قرار في شأن عقاراتهم. طيب خلينا نتكلم عن المواطنين دلوقتي اللي موجودين. احنا عارفين ان ما فيش وفيات ولا اصابات الحمد لله. الحمد لله لان العقار لم يسقط يعني لم ينهار بشكل كامل وانما مال فقط. فميله اعطى الفرصه ان الاهالي ينزلوا وانه يتم اخلاء هذه العقارات. كمان عايزه اقول لحضرتك ان كان محافظ اسكندريه اعطى قرار بايقاف حركه الترام في منطقه الأزاريطة علشان ما يحدثش اي اهتزازات ممكن تاثر على ميل العقار وممكن تسقطه. يعني طيب الناس دلوقتي اللي تم اخلاءهم نعم الناس اللي تم اخلاءهم من العقار دلوقتي هل راحوا للاماكن البديله اللي انت قلتي عليها ولا هم لسه موجودين في المنطقه؟ لا لم يتم تجهيز الاماكن البديله حتى الان. يعني هم لسه دلوقتي في الشارع قاعدين في الشارع في محيط الحقيقه في محيط العقارات ويمكن البعض منهم ذهب يعني لاماكن عامه لبعض الجيران لبعض الاخر استضافهم الاقارب لكن لم يتم حتى الان توفير العقارات البديله ليهم، ولكن محافظ اسكندريه اعلن ان هو هيتم تجهيز او تسكين الاسر دول من خلال وزاره التضامن الاجتماعي يمكن كمان في منطقه فصن الموجوده شرق اسكندريه. طيب المعاينة المبدئية قالت أسباب وقوع العقار إيه؟ يعني هل هو كان مخالف؟ هل ترى قرار إزالة فعلا؟ عندنا
عندنا رئيس الحي وهو علي مرسي أكد أن العقار طبعا لم يبنى في عهده، وأنه هو بني في أحداث ثورة 25 يناير في يعني لما كان في استغلال الفوضى الموجودة. العقار ده كان مرخص لي فقط دور أرضي ودورين علويين، هو طلع 12 دور بعد كده؟ 13 دور بالضبط، 13 دور، وصدر له عدة قرارات هدم وعدة قرارات إزالة، لكن الحقيقة يعني ملف الحي والمحضر الرسمي والمعاينة المبدئية أكدت إن الأهالي كانوا بيرفضوا الإخلاء طبعا لعدم وجود بديل ليهم، لأنهم يمكن بقالهم حوالي 10 سنين في العقار. هي دي الدوامة اللي احنا بنقع فيها. عموما احنا بنشكر المنافسة، يعني العقار ده يبعد عن الحي فقط يعني حوالي 10 متر يعني. طيب احنا بنشكرك هناء ابو العزم مدير مكتب اليوم السابع في اسكندريه، شكرا، واكيد هنتابع معاكي اخر التطورات في اسكندريه.